بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وأشرف الخلق وسيد المرسلين. أعزائي طلبة الصف التاسع، كنا قد معكم معلمة معالي رئيس نعمان مدارس الميقات الإسلامية. كنا قد بدأنا بالحصة الماضية من تحليل درس الحمامة والثعلب ومالك الحزين، وحللنا معا الفقرة الأولى والثانية بمعاني كلماتها بالدلالة اللغوية وبالمادة اللغوية، وتطرقنا إلى بعض من الأمور النحوية وبعض من الإعرابات وإلى بعض من الاستخراجات في الفقرات السابقة. الآن أنتقل أنا وإياكم إلى الفقرة الثالثة لنتعرف على ما جاء فيها من معاني كلمات، من جذور لبعض هذه الكلمات وبعض من الأمور النحوية، نستخرجها ونتحدث عنها معا إن شاء الله تعالى. بداية نقرأ الفقرة. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين فقولي له: لا ألقي إليك فرخي، فرق إلي وغرر بنفسك، وإذا فعلت ذلك وأكلت فرخي طرت عنك ونجوت بنفسي. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة طار فوقع على شاطئ نهر، وأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف فوقف تحت النخلة ثم صاح كما كان يفعل، فأجابته الحمامة بما علمها مالك الحزين، فقال لها: أخبريني من علمك هذا؟ قالت: علمني مالك الحزين. فتوجه الثعلب حتى أتى مالك الحزين على شاطئ نهر فوجده واقفا، فقال له الثعلب: يا مالك الحزين، إذا أتتك الريح عن يمينك فأين تجعل رأسك؟ قال: عن شمالي. قال: إذا أتتك عن شمالك أين تجعل رأسك؟ قال: أجعله عن يميني أو خلفي. عن هذه الفقرات التي تحدثها عليها، جاءت هذه الفقرة بعدما كانت الحمامة حزينة كاسفة البال سيئة الحال، لأن كان الثعلب دائما الماكر يأتي ليأكل فرخيها ويطلب منها أن تلقي إليه من أعلى الشجرة. فعندما جاء مالك الحزين ورآها بهذا الحال علمها كيف ترد على الثعلب وتنجو بنفسها وتنجو بأطفالها. فجاء الثعلب ليسألها عن أن تلقي إليه بالفراخ، لكن أجابته بما علمها إياه مالك الحزين. لكن هنا أخطأت الحمامة عندما أجابت الثعلب أن من علمها هذه الحيلة هو مالك الحزين، لأنه لا يجب عليها أن تعترف بمن علمها هذه الحيلة وهذا المكر. لماذا طبعا؟ لأن أكيد الثعلب سوف يذهب يقبض على مالك الحزين ويأكله، لأنه قد خلصه من فراخ هذه الحمامة وأبعد عنه ما يريد أن يأكله. تمام. قال لها مالك الحزين: إذا أتاك ليفعل ما تقولين. لو نحاول أن نعرب ليفعل، ليفعل هو فعل مضارع سبق بلام التعليل، ولام التعليل كما نعلم هي ليست من تنصب الفعل المضارع، وإنما من ينصب المضارع هو أن المضمرة التي تقع ما بين لام التعليل والفعل المضارع، فنقول يفعل فعل مضارع منصوب بأن المضمرة وعلامة نصبه ماذا؟ الفتحة الظاهرة على آخره. ما تقولين ليفعل ماذا؟ أين فاعلها؟ ضمير مستتر تقديره هو. وما هنا؟ ما الموصولة بمعنى الذي في محل نصب مفعول به. ليفعل هو تقديرها ما تقولين، يعني الذي تقولين، فهي في محل نصب مفعول به. تقولين طبعا فعل مضارع منصوب وعلامه، عفوا، فعل مضارع مرفوع علامه رفعه ثبوت النون لانه من الافعال الخمسه، والياء هذه في محل رفع فاعل. فقولي له، هنا قولي، إعراب قولي هنا فعل أمر مبني على حذف النون من آخره، والياء أيضا في محل رفع فاعل. لا ألقي، ما نوع اللا هنا؟ لا ألقي، لا هنا لا النافية، لا النافية تبقي الفعل مضارع مرفوعا كما هو، فألقي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منعا من ظهورها الثقل، لا تظهر الحركات على الياء بسبب الثقل. الفاعل أنا، ضمير مستتر تقديره أنا، لا ألقي فرخية، إعراب فرخية هنا
فرخي مفعول به منصوب وعلامة نصبه ماذا؟ الياء، لأنه مثنى. فرخي تتحدث عن اثنين، والياء طبعا هنا في محل جر بالإضافة. نعم. فرق إلي، إعراب إرقة يا تاسع. ما هي إرقة؟ هي عبارة عن فعل أمر، لكن مبني على ماذا إرقة؟ أصل الفعل إرقة يرقى، فعل مضارع معتل الآخر. فالفعل مضارع معتل، عفوا، الفعل المعتل الآخر يبنى على حذف حرف العلة، فأقول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة، تقديرها هو مضارعها يرقى، فالأصل أن تقول إرقى مبني على حذف حرف العلة، إلى غيرها. ننتقل إلى شيء آخر في هذه الفقرة، وفرخ وأكلت فرخية، أيضا فرخية هنا أيضا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الياء لأنه مثنى، والياء أيضا في محل نصب مفعول به. طرت، ما نوع التاء هنا؟ طرت، التاء هي هنا التاء المتكلم في محل رفع فاعل، تجعل الفعل الماضي مبني على ماذا؟ مبني على السكون، طرت. نعم، أكمل الفقرة التي بعدها. فلما علمها مالك الحزين هذه الحيلة، علمها فعل ماضي، فعل ماضي مبني على الفتح، والها نحن نعلم أن الها متى ما اتصلت بالفعل هي في محل نصب مفعول به، فالهاء هنا في محل نصب مفعول به مقدم. من الذي علمها؟ مالك، إذن فاعلها مالك، مالك فاعل مؤخر مرفوع علامة رفعه تنوين الضم، والهاء هنا مثل ما قلت في محل نصب مفعول به. علمها مالك الحزين ماذا؟ هذه، إذن هذه هي مفعول به ثاني، اسم إشارة في محل نصب مفعول به، إذن علم هو فعل متعد إلى مفعولين، انظر جيدا إلى علم. طيب، وأقبل الثعلب في الوقت الذي عرف، وإلى غيرها. فوقف تحت، إعراب تحت، تحت نعلم أنها هي ظرف مكان أو زمان حسب ما تتصل به الكلمة. فوقف تحت النخلة، فهنا ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتحة. من علمك هذا؟ أيضا هنا علم، أيضا هي فعل متعد لمفعولين، علمك هذا، الكاف في محل نصب مفعول به أول، وهذا اسم إشارة في محل نصب مفعول به ثان. أكمل حتى أتى، أتى فعل ماضي، انظر أتى فعل ماضي معتل الآخر، تمام، وهو مبني على الفتحة المقدرة منعا من ظهورها التعذر، لا تظهر الحركة على الألف بسبب التعذر. فوجده واقفا، أعرب واقفا يا تاسع، ما هي إعراب كلمة واقفا؟ واقفا هنا تعرب حال منصوب وعلامة نصبه تنوين الفتح. يا مالك الحزين هنا أحد من أساليب اللغة العربية، وهو أسلوب نداء، يا مالك الحزين، إذا أتتك الريح. ما هي إذا؟ ما إعراب إذا؟ إذا في اللغة العربية هي أداة شرط لكن غير جازمة، لكن ما إعرابها؟ إذا تعرب إذا على أنها في اللغة العربية نحن اتفق عليها العلماء وأسموها شرط، أداة شرط غير جازمة، فهي ظرفية شرطية غير جازمة. انظر، ظرفية أي أنها في محل نصب ظرف، شرطية من أدوات الشرط لأنها تحقق معنى الشرط وجواب الشرط، غير جازمة أي لا تجزم الفعل الذي يأتي بعدها. فإذا أتتك الريح أين تجعل؟ هي فعل الشرط، أتتك جواب الشرط، أين تجعل؟ تجعل جواب الشرط، فذلك هي في محل نصب ظرف إذا. انتبه جيدا إلى كلمة إذا، أيضا وردت هنا، فإذا أتتك عن شمالك مرة أخرى. أين؟ ما إعراب أين؟ أين هي اسم استفهام في محل نصب أيضا ظرف، أين تجعل رأسك في محل نصب ظرف مكان؟ قال أجعله عن يميني أو خلفي. هذا كذا انتهت هذه الفقرة بتحليلها وإعراباتها. بالنسبة لمعاني الكلمات التي وردت فيها، إرقة بمعنى اصعد من الفعل رقية، أقول الدلالة اللغوية، انتبه لهذه المصطلحات، بمعنى المعنى، المادة اللغوية أي الجذر اللغوي، غرر بنفسك أي عرضها للتهلكة، غرر من الفعل غرارة، أفك التضعيف ولا أقول غرة،
هي غرارة. طيب استخرجنا الفقرة السابقة ما يأتي، أنا أعتقد أني قمت باستخراجها، لكن ما عليكم إلا أن تقوم بمراجعة نفسك في هذه الكلمات والاستخراجات. الفقرة الأخيرة أو الفقرتين الأخيرتين من هذا الفقرتين الأخيرتين من الدرس، قال: فإذا أتتك الريح من كل مكان، طبعا هذا ورد على لسان من؟ اللسان الثعلب. إذا أتتك الريح من كل مكان وكل ناحية، أين تجعله؟ أجعله تحت جناحي. قال: وكيف تستطيع أن تجعله تحت جناحيك؟ ما أراه يتهيأ لك. قال: بلى، فأرني كيف تصنع. فلعمري يا معشر الطير لقد فضلكم الله علينا، إن كنا تدرين في ساعة واحدة مثل ما ندري في سنة، وتبلغنا ما لا نبلغ، وتدخلن رؤوسكن تحت أجنحتكن من البرد والريح، فهنيئا لكن، فأرني كيف تصنع. فأدخل الطائر رأسه تحت جناحيه، فوثب عليه الثعلب مكانه، فأخذه فهمزه همزة دق عنقه، ثم قال: يا عدو نفسه، ترى الرأي للحمامة وتعلمها الحيلة لنفسها، وتعجز عن ذلك لنفسك حتى يتمكن منك عدوك، ثم أجهز عليه وأكله. نعم، انتبه إلى ما ورد في هذه الفقرة، أن مالك الحزين قام بنصح الحمامة ولم يستطع من نصح نفسه، فنحن نعلم أن الثعلب حيوان يتصف بالمكر والخداع، قام بخديعة الحمامة وتمكنت من التغلب عليه بسبب نصيحة مالك الحزين، ولكن قام بخديعة مالك الحزين ولم يستطع مالك الحزين أن يتخلص ويتملص منه. لماذا؟ لأنه قام بخديعته وبمكره حتى استطاع القضاء عليه. نتعرف على معاني الكلمات الواردة في الفقرة. نقول: همزه بمعنى صرعه من الفعل همزة، دق أي بمعنى قطع من الفعل دقق، عنقه أي رقبته عنق، تبلغنا تعلمنا وتصلنا من الفعل بلغ، أجهز بمعنى قضى وأكمل عليه من الفعل جهز. أحاول أن أستخرج بعض الكلمات الواردة في هذه الفقرة الأخيرتين من الدرس. لو قلنا أتتك من الفعل أتى، فهو فعل ماض معتل الآخر، أجعله تحت ظرف مكان منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة، تجعل فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة والفاعل مستتر والهاء في محل نصب مفعول به. انظر إلى يتهيأ، يتهيأ شو اسمه، وردت بها همزة متطرفة. لماذا كتبت الهمزة المتطرفة على ألف؟ نحن نعلم أن الهمزة المتطرفة تكتب بناء على حركة ما قبلها، فيتهيأ كتبت على ألف لأنها سبقت بفتحة. فلعمري، لعمري يا معشر الطير، انظر هنا، لعمري هنا أسلوب قسم ورد كثير في هذه اللغة العربية، وهو القسم بالعمر، تمام؟ فلعمري يا معشر، معشر هنا أسلوب نداء، فيا معشر هنا منادى منصوب على متنصبي الفتحة وإلى غيرها. تبلغنا، تبلغنا فعل مضارع متصل بماذا؟ بنون النسوة، فعل مضارع متصل بنون النسوة. نحن نعلم أن الفعل المضارع إذا اتصلت به نون النسوة فهو يبنى على السكون، تمام؟ ففعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة. هذا معلومة طبعا أخذناها في السنة الماضية، عليك أن تنتبه جيدا. إلى غيرها، انتبه إلى كلمة رأس، همزة متوسطة كتبت على ألف، الهمزة المتوسطة تكتب بناء على حركتها وحركة ما قبلها رأس، فهي ساكنة وما قبلها فتحة فتكتب على ألف. أقول: فوثب عليه الثعلب، وثب بمعنى قفزة. أيضا الرأي كتبت الهمزة المتوسطة على ساكنة وما قبلها فتح وإلى غيرها. يتمكن فعل مضارع أيضا منصوب
بأن المضمرة، لأن بين حتى والفعل هناك أن مضمرة غير واضحة، فيتمكن فعل مضارع منصوب علامة نصبه الفتحة. من الذي يتمكن؟ عدوك، فالفاعل هنا عدوك فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة وهو مضاف والكاف في محل جر بالإضافة. نعم، هذا هكذا نكون قد أتممنا وحللنا الدرس من ناحية الصرف، الناحية الصرفية الإملائية، معاني الكلمات، المادة اللغوية لهذه الكلمات، وإلى غيرها من بقية الأمور التي تحدثنا عنها. في الحصة القادمة نكمل إن شاء الله تحليل القصة. نحن نعلم أن هذا الدرس هو عبارة عن قصة قصيرة، نتعرف على عناصر القصة، على الشخوص التي وردت في القصة، وعلى العبر المستفادة من هذه القصة إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت معكم معلمتكم معالي رئيس نعمان.